من ناحية الشمال ياسر ماشي ماشي بجد تحية بحضراتكم مرة تانية وبرحب بضيفي اللي مشرفني النهارده في برنامج الأشبال كابتن ياسر ريان المدير الفني لفريق 2004. ازيك كابتن ياسر؟ كابتن أسامة، ايه الأخبار؟ الحمد لله تمام، وحشنا كتير. وانت والله يعني انا ما ينفعش انت تطلبني وما اجيلكش، يعني ده واجب عليا. يعني ما شاء الله ابتديتوا الدوري، دوري الجمهورية السنة دي 2004 بيلعب بالزبط. دوري قوي السنة دي بعد ما كان بيلعب السنة اللي فاتت دوري منطقة، السنة دي دوري قوي جدا، دوري جمهورية. ما شاء الله يعني بتبتدي مشوار البطولة بفوز كبير على بيراميدز في ملعبه 4-1. هو ما فيش شك، أنت عارف أسامة، أول مباراة بالنسبة لنا كانت يعني، وخاصة يعني المباراة دي بقى لها حساسية، مباراة الأهلي وبيراميدز. يعني احنا مش تقليلا في بيراميدز ولا حاجة، بس احنا عاطين الفرقة أكبر من حجمها طبعا، مش تقليلا فيها كفرقة، بس انت عارف احنا في النادي الاهلي احنا بنحترم جميع الفرق، يعني طبعا سواء في البراعم او الناشئين او الدرجه الاولى، ده سمه النادي الاهلي. فما بروح العب بيراميدز واول ماتش ليا، طبعا انت عارف برضو اللعيبه عندنا برضو الصوره اللي هي بتبقى عارفين اللي فيه ماتش بقى فيه نديه، بقى لها فتره بيراميدز والاهلي فيه نديه في الدرجه الاولى وبعض الفرق اللي في الناشئين، فبرضو انا كنت عاطي لهم الجزئيه اللي الماتش ده بالنسبه لنا هو 3 بونت بس لازم اكسب واكسب بشكل كويس جدا. فده كان كلامي في المحاضره معاهم. وانت بتلعب باسم النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي ده اسم كبير جدا، حاجه كده انت ما بتروح اي مكان هتلاقي الناس كلها بتتفرج على الاهلي. كل تروح حتى لو براعم صغيره تلاقي الجمهور والاستاد كله بتملي، ناس بتحب تتفرج على لعيبه الاهلي. فانت ما بتبقى بتمثل تيشيرت او بتمثل فنيه النادي الاهلي، ده حاجه كبيره جدا. فماتش بيراميدز كان بالنسبه لنا يعني انا اعتبر كانت بدايه موسم بالنسبه لنا. انا مش انا اللعيبه مش جديده عليا اللي موجودين معايا على فكره. 2004 انا كنت موجود في قطاع الناشئين من 4-5 سنين، وهم اولاد صغار انا مربيهم. فيعني الحمد لله، وما رجعت طبعا مع البلوغ مع الشكل اللي انا شايفه، لا الموضوع بقى مختلف تماما. واللي انت بتشوف الواد اللي كانوا صغيرين قدامك بقوا كبار 15 سنه بالظبط، انا بقى يعني مرحله كبيره. فبرضو انت بتبص للولاد دلوقتي وهم صغيرين، يعني لو كنت للاسف انا كان في عندي حاجات، الولاد دول وهم صغيرين برضو متربيين تربيه لعيبه النادي الاهلي، معرفهم ايه انتماء، ايه روح الفرقه الحمراء، ما ينفعش تخسر. دي دايما يا كابتن ياسر، يعني بدون اقطع كلامك وسيبك تتكلم الحته دي، دايما لما بنعمل معاك لقاءات من الملعب لبرنامج الاشبال دايما بتتكلم مع لاعبتك عن الحته دي طبعا، في محاضراتك عن روح الفنه الحمراء، عن طبعا قيم النادي الاهلي، عن ان كل لعيب انت اللي محتاج النادي الاهلي ازاي تشتغل عشان النادي الاهلي، فدايما انت حريص على الحته دي جدا. ما ده حقيقه، احنا مش بكلمهم كلام كله كلام واقعي، ولو انت اتكلمت مره تتكلم نفس اللي انا بقوله. يعني احنا ما بنتغيرش على السيستم اللي احنا شغالين بيه. يعني النادي الاهلي ما ينفعش، يعني انت البطوله ده على فكره اي فرقه تاخد مركز اول تاخد مركز اخر، هي بطوله في الاول وفي الاخر. ممكن بتدعم لمنتخب مصر مواليد 2004، ممكن يعني عندك حاجات، لكن في الاول وفي الاخر هي بطوله. لكن احنا في النادي الاهلي لو لعبنا حتى بطوله وديه لازم ناخد الاول طبعا. لازم نكسب، يعني احنا ما بنعرفش ايه عندنا حاجه اسمها مركز ثاني. فانا معودهم على ده، ايه النادي الاهلي، ايه روح النادي الاهلي، واشمعنى انت اللي في النادي الاهلي، ما في ناس كتير عايزه تلعب في النادي الاهلي. بس انت لازم عشان تبقى موجود وتبقى من ضمن ال11 ده حاجه كبيره ليك، تبقى في وسط ال18 حاجه برضو ليك شرف ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي. فالحمد لله. طب انا بتيجي ازاي روح النادي الاهلي اللي انا بطلع المنافسه، يعني ما ينفعش انا الاقي عندي مثلا باك رايت ومالوش بديل البديل بتاعه دول لو مش موجود حتى هم صغيرين زي ما احنا في الدرجه الاولى، لما تلاقي فيهم منافسه بين اللعيبه وانت جربتها وانت في الدرجه الاولى، لا في منافسه بينك بين احمد بلال بين مش عارف مين كان موجود معاك، ده كله مصلحه الفريق، كله بيطبع، وعماد متعب كله بيصب على مصلحه الفريق. فانا الحمد لله
بشتغل على الجزئيه دي. عندي في كل مركز يعني واحد واثنين وثلاثه كويس. وما بعتمدش على لعيبه. انت السنه ده كابتن ياسم الاختبارات، وانا جالي في الاختبارات في مواليد 2004 فوق مش عايز اقول لك فوق 700 واحد، فوق ممكن 1000 واحد غير اللي في المحافظات. ما خدتش ولا واحد. ولا واحد ما ينفعش يعني. اكتفيت بالعدد. لا مش اكتفيت، انا ما شفتش حد احسن من اللي عندي، حد ظاهر عندي بالشكل اللي يتناسب مع النادي الاهلي. انا اللعيبه اللي حتى اللي موجوده عندي، لما جيت النادي الاهلي انا سايب النادي بقالي كنت من 4 لـ5 سنين، لقيت واحد او اتنين اللي جوه التشكيل عندي في الفرقه كلها. يعني دي دليل اللي من 5 سنين لغايه دلوقتي ما فيش حد دخل النادي الاهلي. كل اللي انا اخترتهم عشان وانا بشتغل يا كابتن اسامه، لازم الناس تفهم كده، اللي انا ما بشتغلش اللي انا اخد بطوله. انا بركز اللي انا عندي لعيب يفيد النادي الاهلي. انا عندي لعيبه بتصعد ل 2000 من 2004 ل 2003 علشان انا مش مقتنع بوجهه نظري. فانا شايف يستفاد، ممكن يكون ولد معايا مواليد 2004 بس انا شايفه سنه او يتناسب مع 2003 او 2002، فمش فكره مش هيمشي مع اللعيبه اللي معايا. يعني انت الهدف مش البطوله زي ما ممكن تلاقي انديه كتير، الهدف ان انا عايز البطوله. انت بتشتغل للفريق الاول، بتشتغل انك تعمل واحد لمنتخب مصر بعد كده، وحريص على حته طبعا التصعيد دي. وده حقيقي، عشان انا جربتها حتى مع اولاد وهم صغيرين. لعيبه كتير مرت في 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 في, في الاجيال مع النادي الاهلي. كم واحد الصعد، كم واحد لا في 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 البراءه في الناشئ في الدرجه الاولى، مش هتلاقي، مش كتير. بس احنا عندنا الحمد لله النادي الاهلي ولد للانديه الثانيه. بس انا بركز من الوقت فرقه 2004، انا بقول لك اهو يعني ان شاء الله باذن الله هتلاقيهم قريب في حته احسن من اللي هم فيها حاليا. اللي هي هتلاقيهم بسنتين ثلاثه هتلاقي اللي في الدرجه الاولى واسن صغار. ليه؟ انا بعتمد من صغره اللي انا ببص على لعيب نادي اهلي. ما طبعا انا اتمنى اخد بطوله، بس انا لو ببص على ده انا ممكن بقى ادور على المسنن. صح. ادور على ولد ورقه مش مظبوط، ادور على حاجات كتير، وفي انديه كتير قوي بيشتغل على الجزئيه دي، انا ما بشتغلش عليها ابدا. ولو انا بصيت للاعيب عندي شكيت اللي في سنه او هو استبعاد. مش استبعاد، ممكن يكون يشتغل في مرحله تاني. مش في المرحله معايا. فعشان كده انا الولاد اللي معايا دولت من 5 سنين هم ما غيرتش فيهم، ولما جيت الحمد لله هم نفس المجموعه. طبعا مع التغيير النمو بتاعهم، مع تغيير السن بتاعهم، لكن كلاعيبه انا بعتمد وما زلت بقول النادي الاهلي انا بصنع لعيب النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. والحمد لله لكل سنه ممكن اي مدرب يجي يمشي لعيب ولا حاجه ببقى من زعلان جدا. انا في وقت من الوقت على فكره وقفت، كان في هيدمجوا 2003 و2004 ايام، يعني مش عايز اقول لك كان مين موجود. الدكتور عمرو ابو المجد اتصلت بالكابتن خالد جدالة كان هو المساعد معاه، اللعيبه دي كانت رايحه المقاولين وراحه الامبي. قلت لا خليها. اتصلت بهم، انا ما كنتش في النادي على فكره. ما كنتش في النادي، قلت له ما ينفعش تدمج فرقتين منهم فرقه 2004 ديت، هو اصلا عصب النادي الاهلي. لا وخاصة كمان في الأعمار السنية الصغيرة، ممكن مع سن البلوغ بتلاقي ملامح الجسم بتتغير، فممكن لعيب إمكانياته كويسة ما ظهرتش، ممكن تظهر بعد سن الله ينور عليك البلوغ. عايز أخدك لنقطة تانية، مسابقة 2004 بقى مسابقة قوية على ما أعتقد زي مسابقة الدوري الممتاز بالظبط، نفس الفرق المشاركة بالظبط، ببداية مع بيراميدز، وأنت قلت لي الاستعداد كان قوي. هتقابل برضه لسه مباريات خارجية بره، تلعب وادي دجلة، الإسماعيلي، التهيئة بقى النفسية للولاد دول خاصة أول مرة بقى يعني بطولة جمهورية السنة. ما بطولة جمهورية، أنا على فكرة فترة الإعداد بتاعتي أنا لاعب أغلبية ماتشات اللي أنا عملتها الودية بره النادي الأهلي. أنا لاعب البنك الأهلي في البنك الأهلي كسبه تقريبا 8-1، لاعب الترسانة في الترسانة كسبه 2-1، لاعب الجونة في الجونة تعادلت أعتقد، بس ما بلعبش مرحلة السنة بتاعتي. أنا بلعب أكبر. سنية مرحلة أكبر. يعني أنا لاعب 2003، ألعب 2002، خسرت من الأولمبي. دي أهداف المباراة بتاعت اللقاء بيراميدز بالظبط. لعبت الاولمبي عندي مواليد 2002 كسبوني اعتقد 2-1. انا كان كل احتكاكي اللي انا عايز الاعب مرحله سنيه اكبر، وفي نفس الوقت اطلع الاولاد دول يطلعوا بره النادي الاهلي. فدي كانت بالنسبه لي، كانت ليه؟ عشان انا ما يطلع يلعب بره، ليه؟ اغلبيه ماتشاتنا كانت بتبقى في منطقه القاهره. كلها لا الاهلي لا المقاولين لا انبي. يعني حبيت توسع الدايره، لازم اوسع، ولازم الولد يتعود لما يجي يلعب بره ما يبقاش عنده الرهبه، ما يبقاش قلقان، يبقى عنده هو عنده شخصيه النادي الاهلي. بس في نفس الوقت برضه حابب اللي هو يبقى موجود متعايش في الماتشات. والدليل الحمد لله ان انا بلعب بيراميدز، بيراميدز كسبان 4-1، تحس ان انا بلعب في النادي الاهلي. مفيش، انا عندي كده لا انا ما انا ما عنديش انا 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 ما بتعاطفش. اللعيبه بتحبني. بس في نفس الوقت عارفين اللي انا غضبي وحش. ليه؟ انت لعيب نادي اهلي، ما ينفعش فرقه تلعب عليا يعني، انا وما ينفعش الفرقه تكسبني. ففي حاجات كتير جدا
مرتبطه بالنادي الاهلي ومرتبطه باسم النادي الاهلي. تمام. يعني انا مش هينفع اشتغل في في, في نادي تاني وادي لهم السمات ديت وادي لهم الشخصيه دي. النادي كل سمات, كل سمات بتوصلها للاعب حسب طبيعه النادي اللي انت متواجد فيه. عايز اعرف بقى الجهاز الفني المعاون معاك. الجهاز اللي معايا انا معايا الكابتن اسحاق اول وكابتن عبد الله فاروق. تمام. ومعايا كابتن انور وجدي, مع كابتن عمار فتحي الاداري. ومعايا يعني تعرف عندنا معانا الدكتور سيد ومعانا المدلك الكابتن احمد. ما شاء الله تحس انه جهاز فريق لازم. اول. طبعا لازم. اتنين مساعدين, مدرب حراس مرمى, اداري, طب جهاز طبعا طلبي. انت بتتكلم في دوري برضو جمهوريه و... وانت لازم انت برضو انت عندك برضو. وكمان الحمد لله يعني بعد كل ماتش رسمي بعمل ماتش ودي للاعيبه اللي هي ما شاركتش في المباراه عشان يبقى برضو جاهزه لاي وقت في, في, في الدوري يعني. الحاجه الثانيه طيب هسيبك تستكمل النقطه دي يا كابتن ياسر, بس هنروح للقاءات مهمه بعد مباراه الاهلي وبيراميدز اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 4-1, ونشوف اللقاءات دي مع الكابتن عبد الله فاروق المدرب العام وبعض لاعبي فريق 2004. مكسب مهم جدا في بدايه مشوارنا في بطوله الجمهوريه فرقه 2004. ما شاء الله فرقه رجاله, عندنا لعيبه كويسه جدا ما شاء الله, رجاله جدا جدا على قد تعبهم على قد اديك شفت الكرامبات اللي جت, بس كله تحمل على نفسه وجاء على نفسه وتعب واجتهد, فالحمد لله ربنا كرمنا بمكسب كويس مريح واربعه مع في بيراميدز في ملعب بيراميدز, دي حاجه كويسه يعني الحمد لله رب العالمين. انا بقول لك انا زي ما قلت لك يعني اللعيبه رجاله بصراحه, انا بشكرهم جدا 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 رجاله قدوا اللي عليهم وبزياده, زي ما انت بتقول الهوا مع الملعب تقيل مع سفر مع تعب مع اول مباراه في الدوري مع فرقه كويسه, طبيعي كرمبات طبيعي الحاجات دي كلها تبقى طبيعيه جدا, بس انا عندنا لعيبه رجاله في فرقتنا, لعيبه كلهم رجاله تحملوا على نفسهم وجم على نفسهم وتعبوا وربنا كرمنا بمكسب كويس الحمد لله. انت عارف لا يعني لما بتبقى داخل على فرقه معظمهم لعيبه كويسه رجاله بيتحملوا مسؤوليه, فدي بتسهل عليك امور كتير قوي. يمكن انا مع اول تمرينه ليا كانت معاهم امبارح وقفت اتكلمت معاهم, من اللعيبه ما شاء الله ملتزمه يعني بتقدر المسؤوليه, حاجه كويسه ان انت بتتعامل مع لعيبه رجاله بتسمع الكلام, فدي حاجه يعني انا مبسوط بيها جدا ومبسوط ان انا جيت الفرقه دي ومبسوط ان انا بتعامل مع اللعيبه دي, والحمد لله الحمد لله رب العالمين على المكسب. اتكلم مع اللعيبه اللي احنا مقدين مباراه كويسه ومقدين شوط كويس, الهوا كان تندرا, الجون اللي دخل فينا ده كان غلطه من الهوا يعني الهوا كان زايد شويه في غلطه من الجون, فقال لهم لا احنا ما عندناش شغالين كويس, عاملين ماتش كويس, عاملين شوط اول كويس, ننزل الشوط الثاني نضغط عليهم من قدام, يكرمنا بجونين وثلاثه واربعه وبتاع, واللعيبه كانت قد المسؤوليه ونفذت الكلام اللي كابتن ياسر قال عليه, والحمد لله ربنا كرمنا باربع اجوان الحمد لله. الحمد لله النهارده كنا كلنا نازلين عندنا شغل هدف واحد ان احنا نكسب, لان دي ضربه بدايه طبعا بتسمع لكل الفرق اللي في الدوري, واحنا طبعا كنادي اهلي متعودين ان انت بتلعب جوه ارضك بره ارضك, انت عارف ان انت نازل تكسب 3 بوينت, يمكن الماتشات اللي بره ارضنا دي بتبقى ليها حافز اكتر ان انت بتبقى بتلعب بره ارضك, فبقى ما فيش جمهورك والنادي الاهلي وكده, بس الحمد لله احنا بنقدر نتغلب على الصعوبات دي وحققنا الفوز النهارده الحمد لله. يعني الحمد لله ده توفيق طبعا من عند ربنا, دي اول حاجه طبعا, الواحد بيجتهد وبيتمرن كويس في التمرين على طول, وطبعا يعني بابايا هو اللي بيحفزني ان انا كل ما اشوفه يقول لي هات جونين, فالحمد لله اجيب جونين. طبعا روح التعاون اللي بيننا وبين بعض ان لازم برضو تلعب مع فرقتك, ولان المكسب هيتقال ان 2004 هي اللي كسبت مش ميدو جاب جونين وكده. يعني طبعا اهم حاجه اتكلمت فيها ان احنا بنلعب دوري ممتاز السنه دي, يعني بتلعب فرق كبيره على طول مش زي فرق بتاعه القطاعات وكده, فاحنا يعني قلت لهم ان احنا لازم نكون رجاله ونثبت للناس كلها ان 2004 دي احسن فرقه في النادي, وان هي ان شاء الله هتقدر تاخد البطوله السنه دي وتثبت للناس كلها ان هي احسن فرقه. طبعا الحمد لله اهم حاجه البدايات, وانت النادي الاهلي بتلعب اول حاجه عندك المكسب, ما بيهمكش انت بتلعب مين وبتلعب, لو بتلعب بره ارضك بتلعب في ناديك, احنا الحمد لله في اي حته رجاله, والحمد لله ان شاء الله بطوله الجمهوريه بطوله صعبه واحنا قدها. طبعا انا وجد متفاهمين جدا, يعني مثلا انا اضغط وهو يغطي ورايا, الحمد لله في تفاهم كبير ما بيننا جدا. طبعا كابتن ياسر قال لنا بين الشوطين انت لعيبه نادي اهلي انت ما يهمكش النتيجه لسه 0-0, انزل دوس عليهم برجولتك باذن الله هتحقق المكسب. الحمد لله رب العالمين, فوز طبعا مهم في اول موسم وعلى فريق كويس زي فريق بيراميدز,
الحمد لله كابتن ياسر تعب معانا الفتره اللي فاتت واحنا تعبنا جدا وربنا ما بيضيعش تعب حد. احنا كنا رجاله الحمد لله وربنا الحمد لله ادانا على قد تعبنا وقدرنا نكسب النهارده باربع اهداف يعني الحمد لله. طبعا في اول ماتش بدات بكرايت الحمد لله كنت ماشي كويس فجي زميلي في نص الملعب طلع يعني فانا الحمد لله برده بلعب في نص الملعب كويس يعني فالكابتن قال لي المهم ابقى هادي وعندي روح نادي الاهلي يعني وان شاء الله ابقى تحدي كويس والحمد لله كملت الماتش نص الملعب الحمد لله كنت كويس يعني الحمد لله. طبعا انا ببارك للفرقه طبعا احنا فرقه واحده بنكمل بعض احنا رجاله احنا لاخر دقيقه بنكمل احنا الحمد لله على المكسب واحنا كنا رجاله. كابتن ياسر طبعا بيشتغل معانا كتير واحنا طبعا روح مع بعض مع ميدو طبعا بيتكلم معانا كتير لكن احنا الحمد لله يعني ماشيين كويس ان شاء الله. طبعا احنا بيقول لنا خلي بالك من الهواء الكره ما تطبش لكن طبعا الهواء ده احنا مش ذنبنا فيها ان هي الكره لما تطب يعني بتبقى ان شاء الله يعني احنا كنا بنشجع بعض طبعا احنا بنكمل بعض انا ويوسف خليل طبعا كنا بنتكلم بعض ازاي نكمل بعض انا اطلع هو ورايا هو يطلع انا وراه لكن احنا رجاله الحمد لله يعني. كابتن ياسر طمنا بقى على المواهب الموجوده عندك في فريق 2004 طمن جمهور النادي الاهلي على المستقبل بقى النادي الاهلي. لا يعني انا عندي مجموعه بصراحه انا عندي من 27 لعيب انا 27 بعتبره ما فيش واحد عندي اسمه اساسي او احتياطي في منافسه بين الجميع لو ابتديت من عندي مروان وزياد ودولت حراس المرمى معاهم مصطفى فوزي دولت ثلاث حراس مرمى عندي بجاد عادل ويوسف خليل عندي في عمر شحتة في خالد بيبو في زياد أسامة في عمر عماد في عندك ناحية الشمال فيه رأفت خليل وأحمد وائل وعندك في نص الملعب في ميدو أسامة في مصطفى بالخير عجبني أوي شخصية ميدو أسامة يعني هو كابتن الفرقه لا وعنده كمان الهدوء الشخصيه بالظبط تفرق قوي لما يبقى لعيب النادي الاهلي وعندك الشخصيه دي بتفرق في السمات كمان بعد كده لا ما انا معرفهم يعني ايه كابتن فرقه في النادي الاهلي انا كمان معلم الولاد كابتن فرقه يعني اكن واحد في الجهاز معايا انا معطوله دي عشان لما يكبر يعرف ايه كابتن النادي الاهلي تمام اعطوله السمات ديت يعني الناس بتبقى تستغرب لا انا بدي السمات لواحد زي ميدو هو كابتن الفرقه وهو طول عمره يعني حتى يعني مفيش حد بقى له اربع خمس سنين او ست سنين في الناشئين هو كابتن الفريق يعني وفي انا عامل ليه تاني واحد هو خالد سليمان رقم اثنين رقم ثلاثة عامل ترتيب فريد ميدو النهارده اعتذر عنده ظرف في بديل في عندي طبعا في نص الملعب في عند مصطفى بالخير في عند احمد عماد في عندي عبد الرحمن ممدوح الفرود ومعاه عبد الغفار انور دي منافسه قويه بين الاثنين طبعا ودي حاجه كويسه لراس الحربه في النادي الاهلي يعني عندي طبعا فيه علي ايمن فيه خالد السيد فيه في محمد مصطفى بونو ده كان مشوه من النادي الاهلي هو ويوسف سمير ورجعته طبعا انا عشان انا ما اقدرش احكم على لعيبه مشت لازم ياخد فتره يتعاش الاول مع النادي الاهلي هو مشوه اما انت مشيته على اي اساس لازم يرجع تاني ياخد فرصه مع النادي الاهلي وتبص عليه وبعد كده بعد سنه اتنين قدام نبدا نقرر مين يبقى موجود ومش موجود في عندي طبعا يوسف جبر في عندي حمزه مصطفى في انا حافظهم كويس يعني الحمد لله يعني حافظ الفئه حافظ الترتيب وحافظ اللي هم عارفين لا قدر الله حد حصل اصابه ولا حاجه مين البديل بتاعه وينزل يعمل ايه يعني انت عندك ال 27 لاعب كلهم اساسيين ما عندكش لاعب بديل ولاعب اساسي كلهم على مستوى واحد طبعا في كلهم يعني مش هتبقى كده فيها الدرجات ويبقى واسف يعني ان كنت نسيت بعض يعني لاعب او اتنين في الفرقه بتاعتي بس طبعا غصب عني يعني اتمنى نشوف وزيد صلاح طيب. طبعا عايز اخدك لحاجه ثانيه يا كابتن ياسر الصعوبات بقى اللي بتواجهك في مسابقه 2004 دي مسابقه كبيره بتلعب زي الدوري الممتاز الملاعب بقى انت لسه اول مباراه تديها مع بيراميدز خارج ملعبك انا عارف ان ملاعبنا في مدينه نصر ما شاء الله على اعلى مستوى طبعا. وبنهتم بيها بس طبعا. انت هتخرج ماتشات كتير بره اخبار الملاعب ايه في لا هقول لك يا كابتن اسامه هو المفروض طبيعي كانت تيجي من اتحاد الكره كانت لازم الماتشات دي تلعب على ملاعب رسميه او رسميه للمحافظه يعني انا بلعب طنطا العب طنطا في استاد طنطا لكن ما تودينيش ملعب بره في مكان مش تقليم في المكان اللي انا بروحه بس ما طبيعي اللي انت بتوديني اجواء مش كويسه ملعب ارضيته مش كويسه
فانت بالنسبه لك زي ما المولي مش نتيجه مش طبيعيه لطنطا تكسب المولي مش تقريبا في الفرق في فرقه طنطا، لكن المفروض اتحاد الكره كان يحط لازم شروط، لازم تلعب على استاد المحافظه، استاد النادي نفسه اللي بيلعب عليه، يعني طنطا مش هتروح تلعب على في الدوري الممتاز على ملاعب تعبانه. لا طبعا، وانا اتمنى كمان يبقى في لجنه معينه لتعيين يعني بالزبط. انك تشوف الملاعب قبل الاستقرار على البطوله، خاصه تلعب كمان دوري جمهوري. لا كمان ولد زي ده انت ممكن يحصل له اصابه بسبب ملعب عشان انت عايز تكسب، تعمل له اصابه ممكن تبطله كره، وهو ممكن يكون مستقبل النادي ومستقبل مصر، فلازم يبقى فيها برضو الدراسه زي ما حضرتك تفضلت واتكلمت كده مع اتحاد الكوره، مع الناس المخططه او اللي هي المنظمه عن المسابقه، كل ده لازم الملعب طالما انت عايز تعمل مسابقه وكويسه والناس تستمتع بيها اعملها في ملعب كويس. ما تجيش توديني في استاد الاسماعيلات تقوم توديني مكان بعيد عن الاستاد وساب الاستاد نفسه ملعب شوي. السويس الملعب اديني الملاعب كتير عندنا القطر ما شاء الله وعلى احدث حاجه في مصر لو يعني. هي كمان عشان تقدر تحافظ على المواهب اللي عندك من الاصابات والفرق الثانيه تطلع اجيال لمنتخب مصر والانديه كمان بالزبط. عايز اخدك لمباراه مهمه كانت فتره الاعداد، كان الكابتن ياسر حريص على اقامه المباراه مع نادي اتحاد جده السعودي وقيمت في ملاعب الناشئين مدينه نصر، فاز فيها النادي الاهلي 3-2 وتم استقبال كمان الجانب السعودي يعني افضل استقبال، ده كمان ردا على الناس اللي كانت دايما بتتكلم علاقه النادي الاهلي مع السعوديه او مع الانديه السعوديه، فكان ده افضل رد. النهارده نادي اتحاد جده السعودي فريق 2003 كان فريق اكبر شويه بيعمل معسكر في القاهره، كان حريص انه لما يعمل مباراه وديه كانت المباراه تكون مع النادي الاهلي، وكمان كابتن فتحي مبروك وكل المسؤولين في قطاع الناشئين تم استقبال الوفد السعودي على يعني افضل استقبال. شفت المباراه دي كانت ازاي كابتن؟ يعني هي المباراه ما فيش شك كانت زي ما حضرتك اتكلمت كده برضو، يعني انا كان نفسي تبقى العلاقه يعني الناس زي ما كان مفكره العلاقه بالنادي الاهلي بانديه السعوديه مش كويسه يعني، لا بس الكلام ده غير صحيح. انا كنت حريص جدا ان انا العب المباراه دي على فكره، وخاصه انا كمان على فكره في الاسبوع ده انا لعب 3 مباريات في الاسبوع ده، يعني ده كان المباراه الرابعه بالنسبه لي، عشان انا ما ينفعش انا كنت ارفض المباراه، لا كنت حابب المباراه تبقى موجوده. لعبت بالفرقه الاساسيه بتاعت الشوط الاولاني ولعبت انا ما عنديش اساسي محتزم بقول لك، بس بدات اريح بعض اللعيبه عشان في لعيبه لعبت 3 مباريات في الاسبوع ده فبالنسبه، وكنت حريص جدا ان احنا لازم نلعب فرقه اتحاد جد برضه احتكاك كويس، مدرسه جديده للولاد برضو، دوله عربيه شقيقه، مدرسه جديده في الكوره، في الكوره بالنسبه لنا في مصر الاحتكاك ده كان بالنسبه لي كان اساسي، فانا استفدت منهم وهم اكيد استفادوا منهم، وكانت التجربه بالنسبه لي وبالنسبه لهم كانت ناجحه جدا. بس انت عارف برضو احنا متعودين ما نخسرش برضو اي ماتش حتى ولو ودي، فانا طلع اللقاء احنا كنت كسبان 3-0 وجي في الاخر طبعا الماتش وصل ل 3-2، وطبعا انت زي ما انت شفت كابتن فتحي مبروك وكابتن هشام حارف وناس استقبلوهم، وانا في الاخر ما كانش مهمه بالنسبه لي النتيجه على قد يعني العلاقه اللي بتجمع النادي الاهلي مع نادي اتحاد جده السعودي. كان معانا بعض اللقاءات من مباراه الاهلي واتحاد جده السعودي بتاع مواليد 2004، نشوف اللقاءات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه استكمل الحوار مع ضيفي كابتن ياسر ريان. يعطيك العافية وهذا شرف لنا والله يعطيكم العافية، متشكرين على الاستضافة والمباراة الجميلة اللي عملناها، وإن شاء الله تعود بالفائدة على الفرقتين. والاستضافة من النادي الأهلي طبعا ما هي مستغربة، أفضل العلاقات التاريخية مع نادي الاتحاد والنادي الأهلي المصري، ودائما مشرفين الوطن العربي في المحافل الدولية. والحمد لله نشكر إدارة النادي الأهلي والكابتن فتحي مبروك على الاستضافة الجميلة هذه، وإن شاء الله المباراة تكون عادت بفائدة طيب النادي الاهلي، واكيد احنا استفدنا منها بشكل كبير. طبعا طبيعي المعسكر في مصر طبعا فيه فائده كبيره بالنسبه لنا، بالنسبه لاماكن الحمد لله مجهزه للتمارين، المباريات الوديه متوفره بكثره مع فرق قويه واحتكاك قوي، هذا كان هدفنا المعسكر، وطبعا بدعم من اداره النادي وبدعم من راعي رسمي مدرسه البراعم اللي هو مستشفى سليمان فقيه، دكتور سليمان فقيه، صراحه نشكرهم شكر كبير على اتاحه الفرصه وعلى الدعم اللي دعمونا اياه لاقامه المعسكر اللي بيعود في الاول والاخير بالفائده على الاولاد
لنسعى الموسم هذا بإذن الله أنه نأسس ونجهز لعيبة للمستقبل بإذن الله. ما بتهمنا النتائج كثير، ما بتهمنا طبعا المنافسات. أكيد كاسم وكنادي الاتحاد نطمح أنه إن شاء الله نحقق نتائج كويسة، ولكن الأهم عندنا أنه نبني فرق من الصغر، ماسة البراعم من مواليد 2004 إلى مواليد 2011-2012، نأسس جيل للمستقبل يخدم الاتحاد، نادي الاتحاد إن شاء الله لسنوات، والكرة السعودية بإذن الله. صراحة مصر يعني أم الدنيا وبلد كرة طبعا، ما شاء الله تبارك الله الفرق والتطور في الرياضة في الملاعب في كل شيء، صراحة حصلنا كل شيء متوفر لله الحمد. استقبال وحفاوة كبيرة من جميع يعني الأخوان في مصر، سواء فرق سواء الناس في الفندق في أي مكان بيقابلونا، بالعكس بيرحبوا فينا وحفاوة، وهذا طبع الشعب المصري العظيم. ونشكركم صراحة على كل شيء وجدناه، وشكر خاص الكابتن فتحي مبروك إدارة النادي الأهلي. النادي الأهلي نادي كبير، ونادي الاتحاد دائما الناديين مشرفين الوطن العربي في المحافل الدولية، وهذا شيء طبيعي التواصل والعلاقات بيننا، وإن شاء الله بإذن الله ننتظر النادي الأهلي يزورنا في السعودية بإذن الله. For us it's very good game to play at this level. We try to build our academy. We try to have one philosophy of training and play like from behind. And for us it's a good job to play like a good opponent today. It's very good for us. بيقول انه الجيم اليوم كان جدا كويس، كان جدا كويس لنا احنا، انه احنا عندنا التكنيك اللي بنلعب انه بنلعب من الخلف، فكان اليوم انه بنلعب ضد النادي الاهلي فريق قوي جدا، فكان يعني هذا شيء جدا كويس لنا انه حنشوف نفس الفيلسوف الترين فلسفية التمرين بالنسبه لنا، فكان كويس يعني حتى لعبنا ضد فريق جدا كويس، فريق الاهلي ففريق كبير جدا وغريع التعريف. I think they are physical strong big boys very good and like we they try to build up from behind so yeah it was good, it was a good game for us. هو بيقول انه ما شاء الله يعني البنيه الجسمانيه تبع لعيبه النادي الاهلي جدا كويسه، فكان احنا انه التكنيك تبع انه بيبنوا الهجمه من الخلف، فمن الجسمانيه اللي موجوده في لعيبه النادي الاهلي، فكانت يعني ممكن شويه كانت عائق لنا انه نبني الهجمه من الخلف، فكان هو بيمدح اكثر شيء عن الجسمانيه البدنيه يعني حقت اللعيبه. وانا سعيد ان انا موجود في النادي الاهلي، وانا ابن من ابناء النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين. كنت في اتحاد جده من 5 سنين، ربنا كرمني مره تانية ان انا ارجع تاني اتحاد جده، ونادي طبعا اتحاد جده من الانديه الكبيره في السعوديه واسم كبير، والحمد لله برضو ان انا شغال مع مدير فني كبير زي كابتن موفق. قبل ما نيجي هنا احنا كنا حاطين برنامج للفريق، برنامج كويس صباحي ومسائي، وطلبوا مني ان انا لازم اعمل مباراه مع فريق 15 سنه فريق النادي الاهلي، وانا عارف اللي ماسك الفريق كابتن ناصر ريان طبعا اسم كبير في عالم التدريب. قلت له ان مفيش مشاكل، انا هتفق مع كابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، وان شاء الله نعمل مباراه وديه كويسه. طبعا المباراه طبعا جميله، طبعا احنا كنا محتاجين فرقه كبيره زي فرقه النادي الاهلي، والحمد لله استفدنا منها طبعا، احنا استفاده كبيره قوي، خصوصا ان احنا قبل المباراه ديت لعبنا مباراتين مع فريق 6 اكتوبر وفريق بتروجيت، الحمد لله فوزنا في المباراتين. المباراه دي انا ما يهمنيش النتيجه على قد ما يهمني الاداء، الاداء كان كويس معقول الى حد ما كبداية فترة الإعداد وكبداية موسم، وإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية يكون أفضل لنا بإذن الله. أقدم التحية للنادي الأهلي المصري، وأشكر إدارة النادي على المعسكر والراعي الرسمي مستشفى فقيه. الحمد لله قدمنا مباراة كويسة، بس الله ما كتب لنا الفوز. أول شيء كان المعسكر ناجح وطبقنا بعض الجمل اللي المدرب حقنا كان يبغاها مننا. المباراة الودية خسارة فوز ما يهم، المهم للسنة الجاية الدوري إن شاء الله. نبدأ بداية كويسة، وقلت زي ما قلت لك المباراة الودية هذا مقياس ونتعلم من أخطائنا. بكرة إن شاء الله في تغطية خاصة على شاشة قناة النادي الأهلي، بكرة الاثنين من 6 مساء
احتفالية كبرى لتكريم نجوم وأبطال النادي في الألعاب المختلفة اللي عملوا إنجازات مهمة سواء على المستوى المحلي أو مع المنتخبات الوطنية. الحفل سيقام بالمنطقة الترفيهية الجديدة بمدينة نصر. مجلس إدارة النادي الأهلي يدعم ويكرم أبنائه دائما، وكل التحية لأبطالنا في كل الألعاب. انتظر بكرة إن شاء الله قناة النادي الأهلي الساعة 6 مساء الاثنين، ويكون في تغطية خاصة إن شاء الله لتكريم أبطال النادي الأهلي في جميع الألعاب المختلفة. أخيرا كابتن ياسر، عايز رسالة منك للكابتن مؤمن زكريا. يعني مفيش شك مؤمن من اللعيبة اللي خدمت مصر وخدمت النادي الأهلي، ربنا إن شاء الله يشفيه ويعافيه كده بإذن الله ويرجع أحسن من الأول. ولازم يكون عنده عزيمة وعنده إرادة، العزيمة والإرادة دي ما بتجيش من فراغ، ما تيأس للتعب أو المرض. إن شاء الله بإذن الله ترجع وترجع أحسن من الأول، وترجع تفرح جمهورك وجمهور النادي الأهلي، وترجع إن شاء الله بإذن الله تبقى من الأعمدة الأساسية للنادي الأهلي ومنتخب مصر. ودي ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، لازم تبقى قده. وأي إنسان في الدنيا لما ربنا بابتلاء أكيد بيبقى يعني بيحبه. فبنتمنى إن شاء الله بإذن الله. الرسالة بتاعت المؤمن، شد حيلك، النادي الأهلي وجمهور منتظرك إن شاء الله بإذن الله. ان شاء الله كابتن ياسر، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك كابتن اسامه، وسعيد جدا وما ينفعش قلت لك اقدرش اتاخر عنك. انت من اللعيبه اللي كانت موازين في النادي الاهلي وناس الجمال، يعني ما ينفعش اتاخر عنك. كل سنه طيب وحاك. طيب بشكر ضيف اللي كان مشرفني ومنورني النهارده في برنامج الاشبال، الكابتن ياسر الرياني المدير الفني لفريق 2004. نتمنى له ان شاء الله هو والجهاز الفني كل التوفيق في مسابقه 2004. وزي ما بقول لحضراتكم بكره ان شاء الله انتظروا على شاشه قناه النادي الاهلي وتغطيه خاصه الساعة 6 مساء، وتكريم مجلس إدارة النادي الأهلي لأولادنا وأبناء النادي الأهلي في جميع الألعاب المختلفة. وده دعم دايما، أن مجلس إدارة بيدعم وبيكرم أبنائه الأبطال. رسالة مهمة مني أنا شخصيا لمؤمن زكريا، إن شاء الله بعد المحن هيكون في منح كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، لكن خليك متمسك دايما بإيمانك بربنا، ودايما مساندة زملائك وجمهور النادي الأهلي هيكون ليها يعني مفعول السحر. نشوفكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج الأشبال.